السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وبناتنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، إزيكم أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمك وفاكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة كتاب المعاصر مراجعة نهائية. طبعا إحنا خلصنا الأسئلة اللي موجودة على أول 4 وحدات، وكمان حللنا امتحان على الوحدة الأولى والثانية. إن شاء الله النهاردة الامتحان اللي على الوحدة الثالثة والرابعة. السؤال الأول بيقول The math test was very space, so nobody did very well at it. امتحان الرياضيات كان إيه؟ وبالتالي ولا واحد أدى بشكل جيد فيه، يبقى معنى كده الامتحان ده كان challenging، في تحدي، صعب، easy، سهل، uncertain، غير متأكد، promising بمعنى واعد، يبقى أكيد الامتحان ده كان challenging، كان صعب. They are well-behaved children who come from a space family. على طول أول ما تشوف كلمة family دي كده معناها عائلة، يبقى على طول respectable family، عائلة محترمة. طب يا مستر كده بقى تعالى نجيبهم كلهم. أول حاجة واحدة طبعا كلمة respect طبعا زي ما أنت عارف تستخدم كاسم وكفعل بمعنى يحترم أو احترام. respected بمعنى محترم بسبب الأعمال والإنجازات بتاعته. رقم C respectable بمعنى محترم، يعني واحد بيعمل سلوكيات من وجهة نظر المجتمع إن دي حاجة والسلوكيات دي محترمة. respectful بمعنى يظهر الاحترام للآخرين. يبقى على طول كلمة family يبقى respectable family بمعنى عائلة بتتصرف بشكل محترم. رقم 3 If you drive too fast you will space the law, the police will fine you. لو انت سوقت بسرعة جدا انت ايه القانون الشرطة. طبعا كلمة fine دي معناها يغرم، طبعا fine معناها بخير، بس هنا تستخدم بقى كفعل بمعنى يغرم، يبقى الشرطة هتغرمك. يبقى لو انت سوقت بسرعة انت ايه القانون؟ اكيد طبعا break بمعنى يخالف القانون، طبعا break هنا مش معنى يكسر. رقم 4 How long has the king space that country؟ طبعا how long كان طول الفترة اللي الملك ده البلد دي، يبقى governed طبعا جاي من كلمة govern بمعنى يحكم، اللي هي جاي من government اللي هي حكومة. respected طبعا احترم، license طبعا يعطي رخصة، awarded يمنح جائزة، يبقى طبعا اكيد اول واحده govern طبعا اللي بمعنى يحكم. I don't think that tree is space anymore. All its leaves are brown. انا لا اعتقد ان الشجره دي مالها، ده كل الاشجار او الاوراق بتاعتها براون يعني بني، يبقى معنى كده ان هي مالها حاجه ايه خلاص بهت خالص كده، يبقى معنى كده الشجره دي لا تكون ايه live طبعا بمعنى بس مباشر، او بمعنى طبعا كفعل بمعنى هيعيش، life حياة، alive على قيد الحياة، alone طبعا بمعنى وحيدا أو بمفرده. طيب مش عايزك بقى تفرق يعني تتلخبط بقى، طبعا life دي معناها الحياة وبالتالي دي غلط خالص. كلمة live طبعا كفعل معناها هيعيش، وأكيد طبعا هنا مش مستخدمة كفعل خالص. طب كلمة life بقى ينفع استخدمها كصفة بمعنى بث مباشر، يعني فيلم مباراة مثلا بتتذاع بث مباشر، حفلة بتتذاع بث مباشر، يبقى أكيد دي غلط. يبقى أنا عايز رقم سي بقى اللي هي alive معناها على قيد الحياة، يبقى الشجرة دي خلاص كده إيه مش عايشة، ده معنى كده إن هي ميتة. It was a great football match. Both teams played very space. طبعا ده كان مباراة كرة قدم رائعة جدا، كل من الفريقين طبعا play ده فعل اللي بيوصف الفعل الحال، ودايما الحال بتاعك بينتهي بـ ly، وطبعا الحال طبعا اللي هي positively اللي هي طبعا بمعنى بإيجابية. طبعا position ده كده بمعنى يضع في مكانه او بمعنى مكانه او وظيفه، position ده تصف رقم 2، و positive طبعا بمعنى ايجابي. when a situation is moving لما الموقف بيبقى طبعا moving بمعنى محرك للمشاعر، طبعا هنا مستخدمه كصفه. it makes you feel يبقى الموقف ده بيخليك تشعر ب like laughter يعني بتضحك، strong emotions مشاعر قويه، unconscious بمعنى فاقد للوعي، in vain طبعا بمعنى بلا جدوى بلا امل بلا مغزى، يبقى اكيد طبعا ده بيخليك تشعر strong emotions طبعا عندك مشاعر قويه. رقم 8 nurses have an important space in looking after patients in a hospital. طبعا الممرضات بيبقى لهم ايه مهم في الاعتناء بالمرضى في المستشفى، طبعا اكيد بيبقى لهم دور، طبعا دور زي ما انت عارف اللي هي رقم دي اللي هي طبعا ايه رول. طبعا رقم سي رول طبعا ده بمعنى قانون او يحكم او قاعده. license طبعا رخصه، وستاف هيئه موظفين. my parents always space it when i work hard at school and help at home. والدي دائما ايه لما انا بعمل بجد في المدرسه، يعني بذاكر بجد في المدرسه وكمان بساعدهم في البيت،
يبقى ولدي دايما ايه بقى؟ practice يمارس، appreciate بيقدره، devise يبتكر، discourage بمعنى يثبط يعني ما يشجعكش، اكيد طبعا appreciate يقدر. You have no choice، بص ما عندكش اي اختيار، but to follow ذا، ولكن انك تتبع، طبعا اكيد بتتبع القوانين، يبقى اكيد طبعا ليها رقم سي اللي هي rules. طيب خلي بالك طبعا عشان رقم A low ده كده بمعنى منخفض، و rules طبعا اللي هي رقم B ده كده معناها أدوار، إنما rules طبعا بمعنى قاعدة أو قانون أو مبدأ أو كمان كفعل بمعنى يحكم. طيب role الأخيرة دي كده أو طبعا ده كده الفعل بتاع role أساسا بمعنى يتدحرج أو بمعنى يلف، طبعا هنا بقى كاسم بمعنى يعني دحرجه أو لف أو كمان بمعنى سندوتش صغير يعني. Which of the following is correct؟ أي من الآتي صحيح؟ يبقى معنى كده إن في ثلاثة غلط وواحدة بس هي الصح. طب تعالى نمسك واحدة واحدة. The baby is sleep، الولد يكون sleep معناها نائم أو ينام. طيب sleep دي بقى تستخدم كفعل، وما ينفعش يبقى فيه is فعل ويبقى فيه في نفس الوقت sleep ده فعل. ليه؟ لو أنا هقول كده أنا طبعا am is are لازم الفعل يبقى فيه ing، بقول لك the boy is sleeping وبالتالي دي غلط. طيب اللي تحتيه على طول رقم C، this is an asleep baby. أسليب بقى صفة بمعنى نائم، طب يقول له يا مستر هذا يكون ولد نائم، أقول لك غلط برضه، ليه يا مستر؟ علشان بقى كلمة أسليب دي صفة لا تتبع باسم، يعني ما ينفعش أجيب بعديها اسم إطلاقا، يعني أستخدمها لوحديها كده، أجيبها قائمة بذاتها، في عندك بعض الصفات ينفع إن أنا أجيب بعديها اسم أو إن هي تبقى واقفة لوحديها، يعني أقول لك مثلا كده she is a beautiful girl، أو أقول لك كده the girl is beautiful. طيب يبقى beautiful دي ينفع تبقى واقفة لوحديها أو ينفع إن أنا أجيب بعدها اسم. طب كلمة asleep لا، دي صفة تبقى قائمة بذاتها فقط، يعني ما ينفعش أجيب بعدها اسم خالص، وبالتالي يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم B، the baby is asleep، الولد يكون نائم. طب رقم D، this baby is asleep، هي نفس الفكرة بتاع أول واحدة، this baby is sleeping، وبالتالي دي برضو غلط. 12 عفوا، the verb make collocates with، كلمة make بتجي بقى مع أي كلمة من الكلمات دي، طبعا احنا عارفين مثلا كلمة make بتاخد أسماء معينة وكمان do بياخد أسماء معينة، طب يا ترى بقى كلمة make بتاخد أنهي واحدة من الأربعة؟ طبعا أول واحدة اللي هي make a mistake بمعنى يرتكب خطأ، إنما طبعا survey دراسة و the housework أعمال المنزل، the shopping تسوق، كل ده كده بياخدوا كلمة do. 13 respectful is to space as effective is to useful. طيب بص هنا بيقول لك effective طبعا بمعنى فعال او مؤثر، ويوسفول بمعنى مفيد، يبقى معنى كده الاثنين ايه؟ في ترادف ما بين الاثنين، الاثنين synonyms. طيب يبقى معنى كده انا عايز synonym كلمه مرادفه لكلمه respectful، respectful ده كده بمعنى يظهر الاحترام للاخرين او بمعنى يعني محترم كده. طيب اول واحده unworthy بمعنى لا يستحق، يعني غير جدير بحاجة. disrespectful طبعا العكس بتاعها، humble متواضع، rude وقح طبعا أكيد، يبقى رقم C humble ده كده بمعنى شخص متواضع، يبقى معنى كده أنه بيحترم الآخرين، بيحترم نفسه، لا يحب أنه يتباهى أو يفتخر. 14 my uncle is in space of this company، عمي يكون إيه هذه الشركة. any change of طبعا change ده بمعنى يغير او تغيير، بالتالي دي غلط. in charge of مسؤول عن، طب ما control برضو يا مستر يتحكم او تحكم، يبقى in control of بتساوي in charge of بمعنى مسؤول عن. this car can carry a burden of 2 tons، the word burden in this sentence is a synonym for، طبعا السيارة دي كده تستطيع ان تحمل، burden طبعا بمعنى حمولة او بمعنى عبء، فأكيد هنا بقى مش بمعنى عبء ولكن هنا بمعنى حمولة، يعني وزن 2 طن. طيب في الحالة ديت كده أنا محتاج بقى كلمة weight اللي هي طبعا معناها وزن، وما طبعا responsibility مسؤولية، ما ينفعش أقول لك مسؤولية 2 طن. change تغيير، ما ينفعش charge طبعا بمعنى مسؤول أو بمعنى يشحن، فأكيد طبعا دي كده مش مظبوطة خالص. 16 بيقول كده a space is a room under a house or other building often used for storing things، دي غرفة موجودة تحت البيت مثلا دايما بتستخدم علشان نخزن فيها الحاجات، فيا ترى دي هتبقى بيدروم غرفة نوم، طبعا غلط. passage طبعا بمعنى فقرة أو بمعنى ممر، أكيد برضو دي غلط.
عشان دايما الباسج ده كده ممر واحد بيطلع وبيخرج، انما الستورينج ثينجز ده كده بخزن فيه اشياء، وبالتالي دي غلط. لوج طبعا ده كده بمعنى كوخ صيد، فاكيد طبعا دي برضو غلط. او برضو كمان كده بمعنى ان شاء الله ما تدخلوا الكليه كده او حاجه، بيبقى فيه غرفه كده يعني عند الباب، واحد بيقول لك انت رايح فين، طب الكارنيه بتاعك ده لوج. او لو في مثلا فيلا، فواحد كده بيحرس الفيلا دي كده، بيبقى ليه اوضه كده عند الباب على طول، فدي كده بسميها برضو لودج. يبقى اكيد رقم دي سيلر طبعا، ده اللي هو الايه البدروم. وولفز فيد اون الذئاب تتغذى على، خلي بالنا عشان دي جمله كويسه، وهنقول برضو معلومه جديده هنا. ليف طبعا تستخدم كفعل بمعنى يعيش، لما اقول لك بقى لايف بمعنى بث مباشر، او كمان بمعنى على قيد الحياه. يبقى لايف انيمالز حيوانات عايشه، يعني الذئاب بتاكل الحيوانات اللي هي الصاحيه. رقم بي animals which are live animals that are live alive animals. طيب بص كده، تعالى نستبعد بي وسي. ليه يا مستر؟ اولا انت عارف ان كلمه ذات بتساوي كلمه which في الحاله ده هي كده، والاثنين زي بعض بالظبط، يبقى الاثنين بيضربوا بعض، يبقى اكيد الاثنين غلط. ده اولا. ثانيا بقى، وده بقى المهم، اللي هو ايه بقى، ان كلمه لايف دي لما استخدمها كده كصفه بمعنى على قيد الحياه، لابد لابد ان يبقى في بعديها اسم. هل في بعديها اسم هنا؟ ما ينفعش، يبقى معنى كده ان دي غلط. يبقى في الحاله دهيت كده ما ينفعش اقول لك animals that are live ولا animals which are live. يبقى انا كده يا مستر متبقي عندي live animals وعندي alive animals. هنستبعد رقم دي ليه يا مستر؟ لان كلمه alive animals، alive دي معناها على قيد الحياه، بس دي مالها بقى زي ما قلنا فوق كده، لا تتبع باسم، ما ينفعش اجيب بعديها اسم، يبقى معنى كده ان دي غلط. يبقى فقط live animals بالظبط كده، كلمه alive دي كده زيها زي كلمه asleep. اقول كده the baby is asleep، الولد يكون نائم. اقول مثلا كده he is alive، هو يكون على قيد الحياه. انما ما ينفعش اقول لك كده او he is an alive person، يبقى دي غلط. يبقى كلمه live كصفه بمعنى على قيد الحياة كصفة، ولازم أجيب بعديها اسم في هذه الحالة. 18 The products of this company are well known space their high quality. منتجات الشركة دي كده معروفة الجودة العالية بتاعتها، معروفة بالجودة العالية بتاعتها. طيب في الحالة ديت كده well known for its high quality. طيب well known to، دايما بعد كلمة تو أجيب اسم، أقول لك well known to tourists مثلا، معروف للسياح، to students بالنسبة للطلاب. طب as معروف ك مثلا كده، أقول لك مثلا كتاب معروف إن هو كده a good book، كتاب جيد، مثلا معلومة مفيدة وهكذا. طبعا أنت ما تنفعش خالص هنا. 19 Nagwa is enjoying her new job because space day of the week is different. Nagwa بتستمتع بوظيفتها الجديدة علشان يبقى اكيد كل يوم في الاسبوع مختلف. طب كل يا مستر؟ بوث كل، وقول كل، وافري كل، ايذر طبعا دي هي اللي غلط كده. طيب انا عندي الثلاثة يا مستر بمعنى كل. كلمة بوث وكلمة قول، بوث دي غلط ما ينفعش، لو انا كلمة بوث لازم اجيب بعدها اسم جامع. طب كلمة قول يا مستر بقى، قول اولا اجيب بعدها اسم مفرد لا يعد، قول مثلا كده قول ماني، او اجيب بعدها اسم جامع اقول لك قول ستودنتس، أو ينفع أجيب بعديها كلمة بتعبر عن طول الوقت، أقول لك all day معناها طول اليوم، all week معناها طول الأسبوع، بس في الحالة ديت كده يبقى معناها طول اليوم كله، وأنا هنا مش بتكلم عن طول اليوم الـ 24 ساعة، لأ ده أنا بتكلم على كل يوم مختلف عن اليوم التاني، ففي الحالة ديت كده every day. طيب 20 Lord of the Flies is a story. Lord of the Flies دي كده قصة مالها على طول، قصة يبقى والتي فيها مجموعة من أطفال المدارس، السفينة بتتحطم بيهم على جزيرة، يبقى in which عشان كان أصلها كده a group of school boys are shipwrecked on an island in this story. يبقى رحت شايل كلمة in في الآخر وحطيتها قدام كلمة which. They may have space new words that rhyme or، على طول في هنا كلمة or، يبقى بشكل مباشر معها كلمة either وانت مغمض على طول، عشان احنا قلنا ان كلمة نيذر بيبقى معاها نور، انما اللي بيبقى معاها اور اللي هي كلمة ايذر. He is a famous children's writer، هو كاتب اطفال مشهور. Space books الكتب بتاعته، يبقى بدون ما تكمل books ده اسم وده writer اسم، الكتب دي تبعه ملك الكاتب، يبقى فيه ملكية،
يبقى على طول whose books الكتب بتاعته. 23 my mother gave this child at the party a small present. أمي أعطت لكل طفل في الحفلة هدية بسيطة. طيب يبقى كلمة كل قول يا مستر معناها كله، each معناها كل، either دي اللي مش معناها كل خالص. يبقى كلمة both طبعا both ما تنفعش علشان both children لازم في بعدها اسم جمع، وأنا عندي هنا child ده برضو لازم يبقى اسم جمع مع كلمة قول. أقول لك قول children يبقى أعطت لكل طفل، يبقى طبعا كلمة each child معناها كل طفل. طب و every child يا مستر برضو معناها كل طفل، بس الفرق بس كده ليك أنت إن كلمة every دايما كل الأطفال يبقى كوحدة واحدة، إنما each child معناها كل طفل على حدة. يبقى أنت عارف لو في مثلا each child أعطت له كل الأطفال هدية، إنما each child يبقى كل طفل لوحده دي خد هدية مختلفة. طبعا وكده كده each إيه أو every مش موجود عندك هنا. Alexandria الإسكندرية، أوعى تغلط وتقول بقى طبعا Alexandria which، لا خالص. ليه؟ أولا في هنا كلمة was born يعني ولد، هل في عندك حرف جر؟ مفيش حرف جر، يبقى في الحالة ديت كده يا مستر هختار على طول كلمة where. طيب يا مستر ما هو في كلمة on، on which أنا عندي اسكندرية ده مكان، ما تاخدش كلمة on تاخد in، لو كان عندي in يبقى كانت صح. أما كلمة which لوحدها غلط خالص هنا، لأن هنا مش بتكلم عنها كحاجة غير عاقل، أنا بتكلم عنها كمكان. طيب و that ما تنفعش خالص عشان في كومة. طيب أنا عايزك بقى تفرق ازاي يا مستر، افهم ازاي، رجع الجمله لاصلها. الكسندريا الاسكندريه از ان نورثرن ايجيبت، تكون في شمال مصر. خلي بقى الجمله الثانيه دي كده جمله لوحدها، اقول لك ماي ماذر امي واز بورن ولدت، يبقى ايه بقى واز بورن ان الكسندريا او ان ات. انا كده المره دي حذفت ان وحذفت الحاجه الغير عاقل، يبقى كده ما دام حذفت حرف الجر وما دام حذفت وحذفت مع الحاجه الغير عاقل يبقى استخدم كلمه وير. انما لو مثلا الكسندريا نقط is Egypt's second largest city مثلا، Egypt's second largest city يبقى أو تاني أكبر مدينة مصرية، يبقى في الحالة ديت كده أقول لك it is Egypt's second، it فقط، يبقى معنى كده كنا نختار كلمة which. My father runs in the park space day of the week، أبي بيجري في البارك الحديقة كل يوم في الأسبوع أو طول اليوم في الأسبوع. تعال نستبعد برضه، هقول لك كده هنا يا مستر ينفع أختار half day، أكيد طبعا half day ما تنفعش خالص علشان half day كده معناها إيه، half day معناها كل، وبالتالي يبقى معنى كده إن ده كده اختيار غلط خالص بالمرة. طيب عندك بقى تاني بعد كده either، طبعا مع either دي معناها إما أو، فبالتالي طبعا دي غلط. يبقى أنا عندي يا مستر بقى كلمة every day ولا all day، إحنا قلنا ينفع أقول كلمة all معناها كل، بس في الحالة ديت كده لما اقول لك اول دي يبقى معناها طول اليوم كله، وافري دي معناها كل يوم. طب يبقى هنا ابي بيجري في الحديقه، اقول لك بقى طول اليوم في الاسبوع، اكيد طبعا غير منطقيه، يبقى كل يوم في الاسبوع، يبقى معنى كده ان هو يوميا على طول ايه بيجري في البارك. Women's Day يوم المراه نقط ماركس an important event in 1909 is on March 16. اوعى بقى تغلط هنا وتقول لي يا مستر ده في كلمة day يوم يبقى على طول كلمة when، اقول لك غلط يا برنس. ليه؟ علشان هنا كلمة day مش بتكلم على عليه كوقت او زمن، لا ده في عندك كلمة marks، marks هنا مستخدمة كفعل بمعنى يحدد يكون إذانا يكون بداية. طيب واحنا قلنا بقى لما شرحنا اللي هي ضمائر الوصل بتاعتك دي كده قلنا ان كلمة when زيها زي كلمة where لا تتبع بفعل، يبقى في هذه الحالة اختار فقط كلمة which. طب اعرف ازاي مستر؟ نفس الفكرة لما قلنا بتاعت كلمة where، راجع برضو الجملة الاصلها، يبقى women's day is on March 16th it marks an important event it marks، يبقى انا فقط حذفت كلمة it، يبقى هحذف كلمة it يبقى احط فقط مكانها كلمة which. يبقى انما لو قالك بقى Mother's Day نقط مثلا كده we give presents to our mother، يبقى في الحالة ده كده اقولك Mother's Day on which we give presents، يبقى في هذه الحالة يبقى كان اصلا يبقى when علشان we give our mother's presents on this day، يبقى انا حذفت بقى on it او on this day واحط مكانها كلمة
when، يا إما كلمة on which علشان أيام الأسبوع بتاخد حرف الجر on. لا، كليوباترا space was very beautiful. طبعا كليوباترا عاقل، طبعا هو غلط علشان ما فيش بعدها اسم، ده انا في عندي هنا فعل، وذات غلط علشان في كوما، which طبعا انا مش بتكلم هنا عن غير عاقل، يبقى على طول طبعا هو. Our school is not kilometer from my house. مدرسة طبعا على بعد كيلو من البيت، طبعا ما ينفعش اقول لك half of، طبعا دي غلط خالص. half قلنا برضو احنا بنشرح كده، لو هجيب بعديها اقول half a او an، ده اسم مفرد يعد، طبعا ما فيش لا ولا ان، يبقى معنى كده ان دي غلط. half of طبعا دي برضو غلط، يبقى half a kilometer. half of لازم كان يبقى في بعد اسم جمع، اقول لك كده مثلا half of the boys، half of the meat، half of the cheese، اسم مفرد لا يعد او اسم جمع. انما بقى الحاجات بقى اللي هي بتاع المسافات والاسعار والاوزان والكلام ده كله، half زائد a او an زائد اسم مفرد يعد، half an hour، half a mile، half a kilometer وهكذا. طيب بالنسبة للقطعة كده، نترجم القطعة كده بسرعة علشان نحل عليها الايه الأسئلة. القطعة بتقول طبعا انت ممكن ما تكونش يعني سمعت اسم دكتورة كريمات السيد او حتى تعرف الاعمال بتاعتها، ولكن في سنة 2003 هي فازت بجائزة كواحدة من افضل النساء في مجال العلوم في العالم. دكتورة كريمات السيد اللي كانت يعني مدرسة علوم او محاضرة علوم في جامعة عين شمس في القاهرة، فازت بالجائزة لعملها في مجال بناء المعادن او تركيب المعادن. دكتوره كريمات السيد دي متخصصه في عالم العلوم، لانها كانت اول امراه مصريه تستلم واحده من تلك الجوائز، وبما انها كانت عالمه متحمسه فقد قضت معظم حياتها في تشجيع النساء الاخريات لكي يصبحن عالمات. وقالت في احد اللقاءات بتاعتها او في احد الكتب بتاعتها يعني، عندما تعلم امرأة فإنك تعلم أسرة، وبالتالي فإنك تعلم أمة. عندما كانت في المدرسة الثانوية، دكتورة كريمات السيد سمعت عن اكتشافات عالمة، العالمة دي اللي هي اسمها ماري كوري، وقررت إن هي نفسها تكون عالمة. دكتورة كريمات السيد اللي اشتغلت بجد في المدرسة كانت كويسة في بوث كل من العلوم والرياضيات، ومع ذلك لم تكن أو ما كانش شائع للنساء في ذلك الوقت إن هم بيروحوا الجامعة، وده استغرق منها فترة طويلة علشان تقنع العائلة بتاعتها إن هم يوافقوا على فكرة إن هي تذهب إلى الجامعة. بعد ما تخرجت دكتورة كريمة السيد سافرت إلى بريطانيا لكي تستكمل الدراسات بتاعتها، وهناك واحدة من المدرسات اللي هم اللي كانوا بيدرسوا لها، كانت مدرسة يعني واحدة، هي كانت عالمة وألهمت دكتورة كريمات السيد. المدرسة أظهرت ليها إزاي إن هو ممكن إنك تعمل عملية توازن ما بين إن أنت يبقى عندك وظيفة مهمة وفي نفس الوقت إن الأسرة بتاعتك، يعني إنك توازن ما بين العمل بتاعك وما بين الحياة الأسرية. والكلام ده كده ظهر بعد كده، بعد ما بدأت إن هي تشتغل، وهي بالفعل أو الدكتورة كريمة السيد كانت بتقدر الوقت اللي كانت بتقضيه مع الأفراد الأسرة بتاعتها. بعد كده الدكتورة كريمة السيد تزوجت رجل، ده كان عالم كمان، وهما الاتنين يعني ربنا رزقهم بثلاث أطفال. دكتورة كريمة السيد قضت معظم حياتها بتسافر في مختلف المحافظات بتاع مصر، بتشجع النساء ان هم يفكروا بشكل جدي في مجال العلوم ويتخذوه كمهنة او كوظيفة بالنسبة لهم. هي كانت تعتقد او هي بتعتقد ان مكان لا يوجد يعني عالمات نساء بشكل كافي علشان يقوموا بالايه الاعمال المهمة، يعني ان مفيش يعني في علماء رجاله كتير بس مفيش علماء ايه سيدات، يعني بالرغم ان هم كويسين جدا في مجال البحث. وبتقول كده ان النساء بيحبوا التفاصيل، والرواد في مجال العلوم اليوم معظمهم ايه سيدات. السؤال الاول بيقول
In 2003 في سنة 2003 دكتورة كراميد السيد won an award as one of the best space in the world، فازت بجائزة كواحدة من أفضل إيه في العالم. طبعا لو أنت رجعت عندك هنا كده في الفقرة الأولى خالص كده يبقى هي one of the best women scientists in the world، يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي women scientists اللي هي رقم C. السؤال الثاني space really inspired دكتور كريمات السيد، بالفعل ألهم الدكتورة كريمات السيد، مين اللي ألهمها بقى؟ ماري كوري ولا هير هاسبند one of her colleagues أحد زمايلها at school في المدرسة، one of her women teachers in Britain أحد المدرسات اللي كانوا في بريطانيا. ولو احنا رجعنا طبعا عندك في القطع هنا كده ان هو بيقول هنا كده احد المدرسات الهمها اللي هو هنا كده اهو one of her women teachers who was also a scientist really inspired her، يبقى الاجابه بتاعتك اللي هتبقى رقم دي هنا. السؤال الثالث at school في المدرسة دكتورة كريمات السيد was good at، هي كانت كويسة في neither science or math ولا العلوم ولا الرياضة، either science or math العلوم أو الرياضة، science or math العلوم أو الرياضة، science and math العلوم والرياضيات. لو أنت رجعت في القطع عندك هنا كده يقول هنا كده لما كانت في المدرسة أهي she was good at both science and math، كانت شاطرة في العلوم والرياضيات، يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم دي. سؤال بعد كده what does underlined word occupation، طبعا occupation دي كده بمعنى وظيفة أو مهنة، يبقى الإجابة اللي هي رقم B job or a profession. According to دكتور كلمات السيد what is special about women as research scientists، من وجهة نظر دكتورة كلمات السيد إيه الحاجة المميزة بخصوص النساء كباحثات؟ لو أنت عندك طبعا هنا رجعت في القطعة الأخيرة كده آخر سطر ده كده women like details، هما بيحبوا الايه التفاصيل، يبقى اللي هي اول واحده. The underlined word they refers to كلمة they اللي تحتها خط بتعود عالم، طبعا لما بيقول لك هي تزوجت من عالم كمان وهم عندهم ثلاث اولاد او رزقوا بثلاث اطفال، يبقى طبعا دي عايدة على دكتورة كريمات السيد and her husband هي وايه وزوجها. Which of the following summarizes what the first paragraph is mainly about؟ اي من الاتي سمرس طبعا بمعنى بيلخص الفقره الاولانيه اللي بتتكلم عن ايه؟ طبعا لو انت رجعت كده هنا على الفقره الاولانيه هنا بيقول لك بيبدا يدي معلومات عن دكتوره كريمات السيد، هي فازت او الجائزه اللي فازت بها دي كانت ايه؟ وهي يعني كانت شغاله في ايه؟ ويعني بيدي تفاصيل عامه عن حياتها، فمعنى كده يا ترى ده بيتكلم عن الاختيار الاولاني وات دكتور كريمات السيد از، مين هي دكتوره كريمات السيد؟ دكتور كريمات السيد ايه الريلايف الحياه الاوليه بتاعتها، طبعا دي مش مذكوره خالص. لما اقول الحياه الاوليه يبقى بيتكلم مثلا عن يعني الميلاد بتاعها الطفوله بتاعتها الحاجات دي كلها، طبعا ده مش مذكور. دكتور كريمات السيد ليتر لايف حياتها اللي بعد كده، طبعا برضو هنا ما حددش ده، هو اتكلم بوجه عام عن حياتها. دكتوره كريمات السيد جوب وظيفه بتاعتها، هو ذكر قال ان هي يعني كانت عالمه بس هنا ما اتكلمش عن الوظيفه بتاعتها بالتحديد، لا ده هو كان بيتكلم عنها بوجه عام، يبقى وات دكتور كريمات السيد از يعني هي دي ايه، وطبعا كانت في مجال ايه وفازت بجوائز ايه والكلام ده كله. The closing of the passage mainly tells us about دكتور السيد's not. طيب عندك هنا بقى الفقره الاخيره دي كده بشكل اساسي بتقول لنا عن دكتوره كريمات السيد اللي هي الفقره الاخيره دي كده، بيقول كده ان هي بدات ان هي تسافر يعني في مختلف المحافظات بتاع مصر علشان تشجع النساء ان هم يدرسوا العلوم والكلام ده كله. يبقى معنى كده الدور بتاعها ده كده او الفقره دي بشكل اساسي كانت بتتكلم عن هير ترافلز السفريات بتاعتها، ما اتكلمتش عن سفريات. سوشيال رول الدور الاجتماعي بتاعها، وطبعا هو ده كده ان هي دور اجتماعي ان هي كانت بتشجع النساء الاخريات على ان هم يشتغلوا في مجال العلوم وان هم يتخذوا منها كوظيفه والحاجات دي كلها. Scientific research البحث العلمي family الاسره، طبعا ما تقولش بقى ان هي ترافلز عشان هو مش بيتكلم بشكل اساسي عن السفر، لا هو ذكر ان هو قال لك ان هي سافرت في مختلف محافظات مصر، ان ما قالكش مثلا سافرت مكان كذا ومكان كذا ومش عارف ايه، يعني الكلام ما كانش موجه فقط ناحيه الايه السفر وهي استفادت ايه من السفر بتاعه والكلام ده كله خالص. هو هنا ده بالتحديد مش بيتكلم على الدور الاجتماعي بتاعها. What does دكتور كريمات السيد mean by when you educate a woman you educate a family a nation؟
طبعا لما يقالت، لما انت بتعلم امرأة فانت بتعلم أسرة وبالتالي أمة، هي الكلام ده بتعني بإيه؟ Women's education is an option، يعني تعليم النساء option يعني اختيار. It's not a must to educate women، يعني مش ضرورة انك تعلم النساء. Girls education is something from the past، تعليم البنات دي حاجة من الماضي. An educated woman plays an important role in the education of her family and country، طبعا المرأة المتعلمة بتلعب دور مهم في تعليم الأسرة بتاعتها والبلد. طبعا أكيد هي الإجابة اللي هي رقم دي، طبعا من الإيه، من المعنى بتاع الجملة اللي هي قالتها، لما أنت بتعلم امرأة فأنت بتعلم أسرة وبالتالي بتعلم أمها. Which of the following is the best title for the passage؟ أي من الآتي ده كده أفضل عنوان للفقرة كلها دي، بتتكلم عن إيه؟ Scientist women، نساء علماء. وطبعا هنا مش بيتكلم عن نساء، وبيتكلم عن مين؟ عن دكتوره كرمات السيد، وبالتالي يبقى ساينتست وومن دي كده غلط، لان هو مش بيتكلم عن النساء بوجه عام وذكر اكتر من مثال والحاجات دي كلها، فده كده غلط. دكتوره كرمات السيد مين؟ از ا بايونيرنج ساينتست، وبيتكلم عن دكتوره كرمات السيد كعالمه رائده في مجال العلوم، وهنا ما اتكلمش عن الانجازات بتاعتها في مجال العلوم، وبالتالي ده كده ما ينفعش. A great woman from Egypt، امرأة عظيمة من مصر، طبعا ده الإجابة الصح. ليه؟ هو بيتكلم عن هناك كده إن دي بيقول لك كده كانت من النساء القليلات اللي حصلت على جائزة في مجال العلوم الخاصة بالنساء، وكمان إن هي يعني ساعدت نساء أخريات على إن هم يتعلموا، كانت أول امرأة ومن أوائل النساء اللي بتذهب إلى الجامعات والحاجات دي كلها، فمعنى كده ان دي كده امراه عظيمه من مصر. دكتوره كريمات السيد اوتوبيوغرافي، طبعا اوتوبيوغرافي معناها سيره ذاتيه يكتبها الشخص بنفسه، وطبعا هي هنا مش بتتكلم عن السيره الذاتيه بتاعتها، وبالتالي بقى الاجابه بتاعتك دي كده غلط. الترجمه بقى كده وركز كده معايا، الجمله اللي بتقول Education is no doubt the cornerstone of the progress of a nation. طبعا education ده اللي هو التعليم، no doubt بلا شك، the cornerstone، cornerstone ده معناها كده حجر الزاوية، حجر الأساس، معناها أساس يعني، progress تقدم، nation أمة. يبقى التعليم بلا شك هو يعتبر الأساس أو حجر الزاوية لتقدم أي أمة. don't expect a country، لا تتوقع أي دولة that neglects its education، التي تهمل تعليمها، to have a good present، طبعا present معناها هدية، بس أكيد طبعا هنا مش معناها هدية خالص، ولكن دي معناها حاضر، or a better future أو مستقبل أفضل. يبقى لا تتوقع من أي بلد تهمل تعليم إن يبقى عندها حاضر جيد أو مستقبل أفضل. when a country invests in education، عندما تستثمر الدولة في التعليم، it signs a contract، فإنها توقع، sign طبعا معناها يوقع هنا، contract معنى عقدا، with welfare مع الرفاهية، and prosperity والرخاء أو الازدهار. طيب تعالى كده نستبعد، أول واحدة بتقول التعليم هو بلا شك حجر الزاوية لمقدمة الأمة، طبعا ما فيش خالص هنا مقدمة خالص، ولكن تقدم، وبالتالي يبقى ما تكملش، يبقى دي غلط. رقم ب، إن التعليم بلا شك هو حجر الزاوية لتقدم الأمة، لغاية كده صح، فلا تتوقع من بلد يهمل التعليم أن يكون لديه هدية، طبعا وهنا ترجم present على اعتبار أن هي هدية، وبالتالي ما تكملش عشان دي كده غلط. رقم ج، إن التعليم بلا شك هو حجر الزاوية لتقدم الأمة، لغاية كده صح، فلا تتوقع من بلد يهمل التعليم أن يكون لديه حاضرا جيدا أو مستقبلا أفضل، لغاية كده زي الفل. وعندما تستثمر دولة ما في التعليم فإنها توقع عقدا مع الرفاهية والازدهار، طبعا الجملة دي كده صح، يبقى أكيد رقم ج هي دي الإجابة الصحيحة. طيب أكيد مش هنحتاج نكمل، بس نكمل برضو علشان نشوف رقم ده الغلط ليه. التعليم هو بكل شك، طبعا بكل شك طبعا غلط، المفروض بلا شك، يبقى دي غلط خالص. الجملة الثانية بتقول كده Coronavirus pandemic has been too difficult to face without collaboration between the government and the individuals. طبعا coronavirus pandemic ده اللي هو كده جائحة فيروس كورونا، has been too difficult، طبعا كان صعب جدا، to face لمواجهته بدون collaboration، بمعنى تعاون بين government الحكومة و individuals اللي هم الأفراد.
awareness اللي هو الوعي of citizens يبقى وعي المواطنين plays يلعب a prominent role دور بارز دور هام in controlling the outbreak في السيطرة على في التحكم outbreak طبعا outbreak ده معناها انتشار أو تفشي of the virus انتشار الفيروس and limits ويحدد its bad effects الآثار السيئة. طيب تعالى كده نترجم. أول واحدة بتقول كانت جائحة فيروس كورونا من الصعب للغاية مواجهتها دون تعاون بين الحكومة والأفراد. طيب خلينا بس كده نقول ملاحظة بسيطة وهي دايما لما في عندك has أو have وتصريف رقم 3 ففي هذه الحالة يفضل كده ان انا بستخدم كلمة لقد، لان انا لما اقول كده كانت جائحة كورونا كانت جائحة فيروس كورونا من الصعب للغاية مواجهتها كده كأن انا بتكلم في الماضي، ومعنى كده كأن حاجة حصلت في الماضي وانتهت في الماضي، وبالتالي دي غلط. طيب رقم ب، كانت جائحة فيروس كورونا نفس الفكرة وبقول لك كمان ليس من الصعب للغاية مواجهتها، فدي غلط خالص كده. رقم ج، لقد كان يبقى كده بدأ صح، لقد كان من الصعب للغاية مواجهة جائحة فيروس كورونا لغاية كده تمام دون تعاون بين الحكومة والأفراد ماشي، وتلعب توعية المواطنين دورا بارزا في السيطرة على تفشي الفيروس والحد من آثاره الإيجابية. هو ليه آثار إيجابية؟ ده بيقول لك هنا باد، يبقى معنى كده إن دي آثار سلبية، يبقى معنى كده إن دي غلط، يبقى أكيد رقم ب هي دي الإجابة الصحيحة. لقد كان من الصعب للغاية مواجهة جائحة كورونا، طبعا هنا للغاية دي بس كلمة متكررة فدي زيادة يعني غلطة بس مطبعية يعني، دون تعاون بين الحكومة والأفراد، وتلعب توعية المواطنين دورا بارزا في السيطرة على تفشي الفيروس والحد من آثاره السيئة. يبقى معنى كده أ و ب و ج دول غلط، وده هي دي الإجابة الصحيحة. ترجمة من إنجليزي إلى أو عفوا من عربي إلى إنجليزي. الجملة بتقول تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في كل أنحاء البلاد. طيب وتهدف هذه المشروعات إلى توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الناتج المحلي والقضاء على العجز في الميزان التجاري. طيب تعالى كده نمسك الكلمات أو الجملة كلمة كلمة. أول واحد the government الحكومة ماشي carries out تنفذ مظبوط a lot of الكثير من mega بمعنى عملاق أو كبير صح national projects مشروعات قومية all over the country في كل أنحاء البلاد لغاية كده زي الفل. these projects هذه المشروعات aim to تهدف إلى provide توفير job opportunities فرص عمل for citizens للمواطنين تمام double the national production مضاعفة الناتج القومي أو المحلي and eliminate وتقضي على the deficit عجز in the trade scales. بس هي دي الغلط، scale ده معناها ميزان، عارف لما بتزن حاجة يبقى في كفتين يبقى ده كده اللي هو معناها scales بمعنى ميزان، وانا طبعا هنا ما اقصدش بقى الميزان التجاري، وبالتالي يبقى دي كده غلط خالص عشان اخر كده. رقم ب the government الحكومة carries out تنفذ a lot of joint national projects joint هي عملاق بتساوي كلمة ميجا عملاق برضو و national projects مشروعات قومية all over the world. بس لغاية كده غلط، ليه؟ عشان هنا بيقول لك all over the world في جميع انحاء العالم، وهنا بيقول لك في كافة انحاء البلاد، يبقى انا عايز فقط داخل البلد، يبقى معنى كده ان رقم ب دي غلط. طيب عندك بعد كده رقم C the government الحكومة carries out تنفذ a lot of mega national projects all over the country لغاية كده زي الفل، ادي mega national projects يبقى مشروعات قومية عملاقة all over the country في جميع انحاء الدولة او البلد. This project هذه المشروعات aim to تهدف الى provide job opportunities توفير فرص عمل for foreigners للأجانب، طبعا ده بيقول لك غلط، ده هنا بيقول لك كده للمواطنين، إنما هنا بتقول لي foreigners أجانب، لا خالص احنا عايزين المواطنين الأول، يبقى معنى كده
ان رقم سي دي غلط، يبقى اكيد الاجابه بتاعتك اللي هي رقم دي. طيب نقولها برضو كده، the government الحكومه carries out تنفذ a lot of joint national projects مشروعات قوميه عملاقه all over the country في كافه انحاء البلد. These projects وهذه المشروعات in to تهدف الى provide توفير job opportunities for citizens فرص عمل للمواطنين increase تزيد من the national production الناتج المحلي and eliminate وتقلل من the deficit العجز in the trade balance. balance هنا بقى بمعنى التوازن، يبقى التوازن الايه التجاري او الميزان الايه التجاري او اللي طبعا زي ما هو انا مترجمها لو الميزان التجاري، انما طبعا اوعى تقول بقى الميزان اللي هي سكيلز اللي هي اول واحده، طبعا دي غلط خالص. الجمله اللي بعد كده بيقول الا تظن اننا بالفعل قد قمنا بما يكفي من العمل لهذا اليوم، فلماذا لا نعود الى منازلنا للراحه بدلا من التعرض للمزيد من ضغوط العمل التي قد تؤدي الى اضرار بدنيه ونفسيه خطيره على المدى البعيد. طيب تعال كده نمسك واحده واحده برضه. اول جمله بتقول do you not think، هو دايما لما بسال بقول don't you think مش do you not think، علشان انا هنفي الفعل المساعد هنا اللي هو كلمه do النفي بتاعها don't، وبالتالي يبقى دي كده غلط. وحتى لو كملنا هنا كده يقول لك ايه why do we only return، ده انا بقول لك فلماذا لا نعود، لماذا يبقى معنى كده ان ده اقتراح، يبقى why don't we، انما هنا بقول لك why do we only return، وبالتالي دي كده غلط خالص. طب رقم ب او رقم ب don't you not think، دي غلطة ولكن هي غلطة مطبعية، لان احنا لو كملنا كده don't you not think، طبعا not دي كده كأنها مش موجودة، don't you think that we have already done enough work for today، طبعا don't ده كده مضارع، ففي هنا have done ده كده مضارع تام، وده المضارع التام ده اللي بيسبق المضارع البسيط. For today اليوم. Then why don't we، ادي ده بقى كده الاقتراح، why don't we، فلماذا we return to our homes، ما نرجعش للبيت، to rest لكي نستريح، instead of بدلا من experiencing، experiencing طبعا بمعنى يمر بخبره، بس هنا بمعنى التعرض ل more work pressures ضغوط عمل اكثر، that may lead to والتي من الممكن ان تؤدي الى physical بدني and psychological نفسي harms اضرار in the long run على المدى البعيد. وبالتالي دي باستثناء كلمة not يبقى معنى كده ان دي كده صح، بس نكمل ونشوف. رقم C don't you think لغاية كده صح that we have already done enough work for a day، أدي دي غلط، ليه؟ عشان هو بيقول لك كده اليوم، إنما كلمة أدي معناها يوم، يبقى كأن كده يوم ويوم ويوم، إنما بيقول لك اليوم يبقى اليوم فقط اللي هو today، وبالتالي يبقى معنى كده إن دي غلط، ما تكملش. طيب رقم أربعة أو رقم دي do you not think that we had already done enough work for today؟ كده برضو ما تكملش، ليه يا مستر؟ ده هنا بيقول لك had already done، طب هاد وتصف رقم ثلاثة ده كده ماضي تام. وان المفروض هنا لو انا هقول had already done كنت اقول كده did، انما في هنا do you think ده كده مضارع بسيط، فاللي اقدم من المضارع البسيط المضارع التام، يبقى المفروض هنا have والتصريف رقم 3 يبقى معنى كده ان دي غلط، يبقى كده الاجابه الصح فقط اللي هي رقم b اللي هي don't you، بس النقطه الثانيه دي كده مش موجوده don't you think، دي بس غلطه مطبعيه. طيب ال writing السؤال بيقول when you know the person well، يعني لو انت عارف يعني واحد بشكل كويس جدا use ايه، استخدم ايه علشان تبدا الايميل بتاعك، dear sir عزيزي سيدي، dear madam نفس الفكره مدام، يعني dear sir او مدام يعني سيدي او سيدتي، طبعا الثلاثه كلهم بستخدمهم بشكل formally، formal يعني ايه بشكل رسمي، يعني لو انا بخاطب واحد مثلا مديري في الشغل او واحد مثلا انا بعت له خطاب اكبر مني سنا مقاما وهكذا، او مدير مثلا في شركه في مؤسسه، يبقى معنى كده استخدم اي واحده من الثلاثه، دير سير ده لو هو يعني راجل، مدام لو هي واحده، طب سير او مدام لو انا مش عارف اذا كان واحد او واحده يبقى استخدم لي رقم سي، انما طبعا رقم دي هاي، طبعا دي كده ايه انت بتقابل واحد صاحبك، واحد انت تعرفه كويس هتقول له هاي، او طبعا تبدا على طول كده تقول له هاي بشكل مباشر في الايميل.
44 choose the supporting sentences for this topic sentence. اختار supporting sentence الجملة التي تدعم. احنا قلنا طبعا topic sentence المحل الامتحان الاول والثاني اللي هي topic sentence الجملة الأساسية اللي الفقرة بتاعتك أو اللي الموضوع بتاعك بيتكلم عنها. طب topic sentence بتاعك بيتكلم عن a student needs to know ideal ways to study. الطالب محتاج إنه يعرف الطرق المثالية للمذاكرة. أنا بقى هدعم الجملة دي بإيه؟ يعني عايز جمل تدعم الجملة دي. فأقول cheating الغش in a group can be helpful. يعني الغش في مجموعات ده كده مفيد. طبعا غلط خالص. Staying up late doesn't help learning or test scores. يعني السهر حتى وقت متأخر لا يساعد في عملية التعليم أو حتى نتائج الاختبارات. والجملة دي صح. ليه؟ عشان بقول لك كده الأوقات المناسبة للمذاكرة يبقى معنى كده عايز أفضل أوقات أذاكر فيها. طب هنا بقول لك السهر متأخر يبقى معنى كده ده مش طريقة كويسة، يبقى معنى كده إن دي supporting sentence. رقم C making mistakes ارتكاب أخطاء is unimportant غير مهم. طبعا غلط، ده كده مهم عشان إحنا بنتعلم من الأخطاء. A high paying job requires a university certificate. يعني الوظيفة بمرتب كويس بتحتاج منك شهادة جامعية. طبعا وهنا مش بيتكلم خالص على الشهادة الجامعية أو يعني التعليم اللي أنت المفروض إنك تحصل عليه، لكن فقط اللي هي أفضل أوقات للمذاكرة. يبقى معنى كده الإجابة بتاعتك اللي هي رقم B. 45 before you send an email، قبل ما تبعت إيميل المفروض إنك تعمل إيه؟ make sure تأكد you have the correct email address، إن أنت عندك الإيميل المضبوط اللي أنت هتبعت عليه. وطبعا بدون ما تكمل هذه الإجابة الصح. رقم B reread the email aloud، اقرأ الإيميل بصوت عالي. طبعا غلط. Make sure your message will make anyone feel bad. يعني تأكد ان الرسالة بتاعتك هتخلي اي واحد يشعر طبعا هو مش كويس. يعني طبعا غلط خالص. All of the above برضو غلط خالص. 46 which choice is the correct start for the following sentence. اي من او اي اختيار من الاتي هو الاختيار الصحيح. فجاب هنا كده نقط rate of educated women has doubled since 1970s is related to their education. طيب تعالى كده الجملة معناها ريت معدل النساء المتعلمات تضاعف منذ السبعينات، سبعينات القرن الماضي. الموضوع ده كده مرتبط بالتعليم بتاعه. طيب هقول the rate of educated women has، يعني معدل النساء المتعلمات has double تضاعف since 1970s is، ما ينفعش يبقى فيه is ويبقى فيه has doubled في نفس الجملة، ودي كده جملة واحدة. يبقى معنى كده ان دي كده غلط خالص، عشان هنا كلمة since مش بستخدمها علشان اربط ما بين زمانين، وبالتالي دي كده غلط. او عفوا اللي هي اول واحدة دي كده غلط هنا كده. طيب الاختيار اللي هو الثاني رقم B it is the rate of educated women، إنه يكون معدل النساء المتعلمات has doubled. كان في الحالة ده كده يقول لك it is the rate of educated women that، إنه المعدل النساء المتعلمات الذي تضاعف. يبقى معنى كده كان لازم هنا يبقى في كلمة that. يبقى معنى كده إن دي برضو غلط خالص. طيب تعال نجيب رقم D there is the rate of educated women. there is معناه يوجد. There is that it يوجد المعدل بتاع النساء المتعلمات تضاعف. نفس الفكرة there is the rate of educated women which أو that. معنى كده ان دي برضو غلط. طب الإجابة بتاعتك أكيد اللي هي رقم C. طب إيه بقى؟ that the rate of educated women has doubled since 1970s is. that ينفع استخدمها كده في بداية الجملة علشان تقدم جملة حقيقية تعبر عن حقيقة يعني. فأقول لك كده يعني بما أن معدل النساء تضاعف منذ السبعينات هذا يعتبر ذو علاقة وطيدة بالتعليم بتاعهم. يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم C. طيب أو هنا كلمتات بمعنى يعني إن معدل النساء المتعلمات اللي هو التضاعف منذ كذا يكون ذو علاقة وطيدة بالتعليم بتاعهم. المهم بس إن كلمتات دي ينفع استخدمها علشان اقدم بيها جملة اللي هي the rate of educated women has doubled since 1970s. الجملة التانية بقى بتاعتك اللي هي الأساسية اللي هي is related to their education. طيب 47 the conclusion of an essay should
طيب conclusion طبعا دي معناها الخاتمة. لما باجي أختم مقال المفروض بقى إن أنا يجب بقى الإيه، الخاتمة دي تحتوي على إيه؟ include تشمل last minute ideas and thoughts for the future. خلي بالك عشان هنا دي مش minute، دي minute معناها دقيق، هتشمل الأفكار الدقيقة والأفكار يعني الخاصة بالمستقبل. طبعا دي غلط خالص. رقم ب have a restatement of the topic sentence، انك بتعيد صياغة التوبك سنتنس اللي هي الموضوع الأساسي أو الجملة الأساسية اللي هو الموضوع بتاعك بيتكلم عنها، انت بتعيد صياغتها بشكل تاني. وطبعا دي الإجابة الصح علشان هو الخاتمة بتبقى هي زي المقدمة بتاعتك، بس انت باستثناء ايه، بتعيد صياغتها بشكل مختلف أو بطريقة مختلفة. رقم C be an assessment of the whole essay، ده كده بتبقى assessment تقييم للمقال كله. أكيد لأ، أنا مش بقيم المقال كله، بالتالي دي غلط. رقم دي be only one sentence، تكون جملة واحدة، برضو طبعا غلط علشان وممكن يكون جملة أو يكون يعني فقرة أو أكتر من جملة، وبالتالي دي غلط. يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي رقم B. 48 which sentence has the correct ending punctuation mark، أي جملة فيها علامات الترقيم الصح اللي هي الموجودة فين في النهاية. When you reach a solution tell me، طبعا وين هنا بمعنى عندما، يبقى عندما تصل إلى حل بلغني. وطبعا هي دي الإجابة الصح علشان دي كده هنا جملة خبرية، وبالتالي حط في الآخر خالص نقطة. When you reach a solution tell me، في عندك هنا بعدين بقى اللي هي السيمي كولن، طبعا دي غلط خالص علشان دي كده المفروض إن أنا هجيب بعدها جملة تانية، خلاص الجملة بتاعتك خلصت فأنا بحط فول ستوب. وطبعا الاكسكلاميشن مارك ده كده علامة تعجب لو أنا بتعجب عن حاجة أو أظهر دهشة أو استغراب. وطبعا الجملة هنا ما فيهاش حاجة، طبعا علامة استفهام ده كده لو سؤال، وده كده لا يعبر عن سؤال. 49 what is a supporting detail sentence، طيب بيقول لي كده جملة بتدي تفاصيل بتدعم الجملة الأساسية بتاعتك. الجملة دي بقى بتبقى عبارة عن إيه أو بتحتوي على إيه؟ A series of paragraphs، مجموعة من الفقرات، about one main idea or point، هي الجملة يعني هتتكون من مجموعة من الفقرات، طبعا دي غلط. رقم B signal words that help organize a paragraph using time order or listing orders. signal words الجمل أو الكلمات الانتقالية اللي من الآخر كده يعني زي أدوات الربط بتاعتك، يعني كلمة although however in addition further more وهكذا. طبعا الـ supporting detail sentence مش خالص مش بتقدم لنا اللي هي الايه اللي هي الجمل دي كده اللي بتربط ما بين الايه الجمل وبعضيها، اللي بتساعد في الباراجراف واستخدام طبعا الحاجات دي كلها. هي الـ supporting ممكن تحتوي على، بس الحاجات دي كده مش بتبقى اساسيه. طيب الاجابه بتاعتك اللي هي رقم سي اللي هي بتقول reasons، الجملة بقى اللي هتديني تفاصيل، هتديني بقى reasons أسباب، examples أمثلة، and other details وتفاصيل أخرى that support the main point، بتدعم النقطة الأساسية بتاع الباراجراف. وطبعا هي دي الإجابة الإيه الصحيحة. يبقى تاني كده ال details اللي هي أو الجمل اللي بتديني تفاصيل دي كده بتحتوي على أسباب، مبررات، أمثلة، تفاصيل تانية بتدعم يبقى النقطة الأساسية اللي أنا هتكلم عنها. طبعا رقم دي a way to conclude the paragraph، يعني الطريقة علشان أختم بها الباراجراف so the reader knows what the paragraph was about، دي كده اللي هو الconclusion الخاتمة. إنما أنا عايز أدي جمل تدعم التوبك سنتنس بتاعتي، يبقى معنى كده هدي أمثلة وتفاصيل أكتر. آخر سؤال 50 a space essay is a story، طبعا مقال ده بيبقى عبارة عن قصة. descriptive جاي من كلمة describe يصف، يبقى معنى كده المقال الوصفي، أنا بصف حدث، بصف موقف كما هو بدون مزود أو أنقص، وبالتالي دي غلط علشان القصة دي ممكن يبقى فيها أحداث أساسا غير واقعية. طيب expository طبعا ده كده بمعنى عرض أو مقال عرضي أو يعني تفسيري، يعني مثلا كده باختصار زي كأن الناس بتكتب كده articles مقالات في الجرائد، بقى في مثلا حاجة حصلت فبيدي بقى هو يعني بيحاول إن هو يجمع أدلة ويدي وجهات نظر، ويعمل بقى لو في وجهة نظر مثلا هنا ووجهة نظر هنا، يبقى بمعنى بيفسر كل حاجة. فطبعا الستوري خالص مش الكلام ده، يبقى ده غلط. طيب ناراتيف، طبعا ناراتيف ده روائي أساسا، يبقى معنى كده هو ده اللي هي رقم سي. الناراتيف إيسي ده بيبقى عبارة عن قصة. بيرسويزيف طبعا جاي من كلمة بيرسويت، يقنع.
وطبعا دي كده حاجه مش مظبوطه خالص، عشان persuade ده كده بمعنى اقناع، انا اقنعك بوجهه نظر او اقنعك بحاجه معينه، يبقى دي مالهاش علاقه خالص بالقصه. طب دي كانت اخر حاجه معانا كده النهارده، يا رب ان شاء الله الناس تكون استفادت واكون وفقت في توصيل المعلومه بشكل كويس، وتابعونا ان شاء الله وصلنا في الحلقات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.